يسعد أوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. نحن اليوم موجودين بمعمل أزنان الرخام والجرانيت بمدينة اللاذقية لنحكي أكثر عن آلية عمل هيدا المعمل والطاقة الإنتاجية والمنتج الوطني المصنوع بأيدي سورية. عم يتم تصدير مجموعة من هيدا القطع اللي هي رخام وجرانيت بكافة أنواعها وأشكالها، وكمان عم يتم الاستيراد لهيدا القطع قبل تصنيعها. رح نعرف أكثر تفاصيل ضمن الدقائق التالية، تابعونا. مشاهدينا نحن موجودين بمعمل الزين للرخام، وطبعا نحن هلا موجودين بقسم الجرانيت، ورح نلتقي مع الاستاذ ايمن حسينو لنحكي اكثر عن هذا القسم. طبعا الاستاذ ايمن حضرته مسؤول ضمن القسم التجاري للجرانيت. يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيكم. نحن هلا بمعمل الجرانيت، بنتشرف فيكم ونشرح لكم عن الالواح اللي من قصه. طبعا الكتل الجرانيت اللي بنشتغل فيها بنجيب من دول مختلفه حول العالم. هلا اهلا وسهلا فيك. بالبدايه هاي نحن شايفين تنوع وتعدد بالالوان وبالاشكال، نحكي مثلا عن الانواع الموجوده، اسماء هيدا القطع اللي نحن عم نشوفها. عندنا نحن من اكثر من مصدر، في عندنا برازيلي مثلا، عندنا البرازيلي كاليفورنيا، عندنا نرويجي مثلا، لابرادور بني، ازرق، اسود، سيلفر، في عندنا الهندي مثلا، ليليت، شيفاكاشي، يعني انواع مختلفه. وطبعا كله هذا بيحدد القساوه، يعني القساوي في عندنا شيء قاسي وسط طري، والانواع كلها الحمد لله متوفره وكلها بيتم. من وين عم نستورد هذه الانواع؟ يعني عندنا من البرازيل، عندنا الهند، عندنا ايطاليا، اسبانيا، في مصري، في الاحمر المصري نوع جيد كتير، يعني لونه احمر. هلا نحن مثل ما ملاحظين انه العمل عم يتم بسلاسه، وفي الات كثيره موجوده ضمن المعمل. نحن موجودين بالقسم ذاته هو عم يشتغل. خلينا نحكي عن آليات العمل. شايفين في روافع عم تسحب اللي ممكن نقول الكتل الحجرية المصقولة الوجه، شو عم يصير؟ هل اشرح لنا عن آليات العمل. هلا نحن بنستورد ألواح كتل، عفوا، بيتم نشرها لألواح. عندنا أربع حزازات بننشر الكتل القاسية والوسط والطري وكل الأنواع، وبعد النشر بيتم عملية سحبها للجلاية. عندنا جلاية مثلا هي بتلمعها ومن ثم عملية البيع. هلا نحن ملاحظين انه هذه الاوجه هي بحجمها الطبيعي، يعني الكتلة هيك كان حجمها. كيف عم يتم القص مثلا؟ انه حسب الطلب او كيف؟ لا، القص هو ستاندر، يعني القص كله على 2 سم مثلا. انا الكتلة حسب عرضها وليكن 200 سم، تقسيم 3 سم اللي هو الشفرة، سمكة الشفرة، بيطلع معي مثلا 60 70 لوح لكل كتلة، طبعا حسب العرض، اختلف العرض بيختلف العدد هيك. والاشكال الموجوده ضمن الالواح اللي هي عباره عن ترصيعات او هي اساسيه من ضمن هذه القطعه. هلا الجرانيت هو ماده طبيعيه، صخور اندفاعيه، يعني من باطن الارض. كل ما كانت الماده المنصهره لعمق اكثر بتكون الماده فاتحه وبلورتها صغيره، كل ما كانت لمستوى اعلى بتكون بلورتها صغيره ولون فاتح. هذا اللي بيحدد تصنيف الجرانيت. يعني هلا هيدا الجرانيت نحن بنقدر نستخدمه بصنع المجله. نعم. مجله للبيت او حتى الارضيات. ممكن يكون له استخدامات ثانيه. هلا هو نظرا لارتفاع سعره شوي بيستخدمه للمجالي، بس فينا نستخدمه ارضيات او تلبيس او اي شيء، بيستخدم لكل الاشياء. يعني تلبيس يعني للحيطان؟ نعم، للجدران. نعم نعم. يعني ما وزنه ثقيل ممكن انه ما يلصق، ولا بيصير في مثلا تخفيف منه ولا فيه؟ هلا وقت عمليه الحيطان بيصير مثلا بدل 2 سم على السنتي مثلا، ممكن منشان التقل ومنشان عمليه اللصق على الجدران، بس الارضيات اكيد لازم يكون على 2 سم منشان عمليه المقاومه ويكون اقسى. يعني هلا شو بيفرق عن البلاط العادي وليش الناس ترغبوا اكثر؟
هلا هو اول شيء نحن عم نقول ان هي ماده طبيعيه. البلاط العادي ممكن يكون صب، يعني شكل حبه البلاطه كلها وحده، اما هون في عندنا رسومات تصاميم واشكال غير متناهيه من الجمال والاختلاف. يعني هلا نحن شفنا الوجوه المصقوله للقطعه نفسها، كيف عم يتم هون؟ في اله بتجلي هيدي السطور؟ طبعا عندنا جلايتين بتدخل خام، اول شيء اللوح بيدخل خام ومن ثم بيتم عمليه الجلي وبيطلع ملمع يعني وجاهز للبيع. ايه في آلات معينة موجودة ضمن هيدا القسم، ومن وين انتو استوردتوا ومين ركبها؟ خاصة انه نحن دائما بنسلط الضوء على المنتج الوطني، على الصناعة الوطنية. نعم، نحن بالنسبة لمعمل زين هو شركة سورية وايدي عاملة سورية، الخط الانتاج هو مثلا جايبينه من برا ايطالي، بس اللي ركبوه عندنا مهندسين سوريين، ونفتخر بهالشيء طبعا ان المنتج الخط الانتاج هو ايطالي، بس اليد العامله مثل ما نكون شايفين كلها سوريه، مهندسين واداريين وعمال. هلا نحن هون مثل ما حكينا الالواح بعد ما نشرت دخلت على الجلايه، هي عمليه الجلي. هلا مثل هذا اللوح هلا عم نشوفه خالص ملمع جاهز للبيع، هذا مثل هذا النوع مثلا من الانواع القاسيه، مثلا هذا اسمه اوباتوبا جرين، هذا هندي اخضر، كل رسمه بتعطي تصميم يعني اشكال غير متناهيه. وانتبهي كيف كل لوح له، كيف بدي اقول لك، له خصوصيته يعني له جماله. هذا الكمبيوتر يعمل بنظام الديجيتال، يعني اي تحكم بالمكنه بيتم من هون، هو العقل الالكتروني للمكنه. اي زياده بالانتاج، بالسرعه، بالدقه، بالهي كلها مندخل من اتمته من هون، مندخل البرنامج بيطلع الجلي والمنتج باحسن حال. انا كنت اشتغل على مكنات بلبنان ما انا بهالجوده هاي التقنيه، هذا يعني شركه زين دخلت مكنات على سوريا، هي الاولى بالشرق الاوسط بالحداثة وبالإنتاج وبالدقة وبال يعني منضاهي بمنتوجنا على مستوى العالم. هيدا المنتج طبعا مثل ما قلنا أنه عالمي. نعم. المعمل الوحيد اللي عم يصدر خارج سوريا. تماما، هو شركة زين كانت سباقة بهالمجال هذا، وأول شركة للجرانيت الطبيعي بتفتح بسوريا، ومثل ما قلت لك على مستوى العالم كان يعني، ونحن طبعا أخذين شهادة الأيزو بهالموضوع ومنصدر لبرا لدول عربية ودول أوروبية. هيدا الآلة هي آلة الجلي وفي مية ضمن الموضوع، نحكي عن آلية عمل الآلة. طبعا هي آلات كلها آلات إيطالية من شركات معروفة، شركة بارزانتي وشركة بريتون. الآلة هي مبدأ بشكل عام أنه تقص الألواح بالقياسات المطلوبة. طبعا والآلة هي مبرمجة بشكل كامل، يعني بنعطيها المعلومات وهي بتشتغل بشكل أوتوماتيكي. يعني طبعا هالآلات هذه أول مرة تدخل على سوريا وبتشتغل بهالتقنية المميزة. هلا أستاذ عمر، نحن مثل ما بنعرف أنه المعمل هون عم يصدر لمجموعة كبيرة من الدول خارج سوريا، خلينا نحكي عن التصدير، كيف عم يتم وشو أكثر شيء مطلوب عندكم؟ الحقيقة عم نصدر لكثير من الدول، وهذا الشيء طبعا بيرفض الاقتصاد الوطني. كيف انه في مثلا معاناة باستيرادها او عم يتم تأمين الكمية الكافية للمعمل؟
الحقيقه هو في بعض الاوقات صارت شويه معاناه بسبب في شويه صعوبات بالاستيراد، لكن هالحكي طبعا تم تسجيله بالتعاون مع السيد المحافظ والسيد مدير الاقتصاد والسيد وزير الاقتصاد. استمراريه معمل رجلين للرخام رغم كل شيء تعرضت له سوريا. طبعا نحن بظل هالظروف الصعبه اللي مرت فيها البلد يعني كثير حابين انه نحن نستمر، واستمرينا والحمد لله نجحنا بالاستمرار بالموضوع. طبعا هذا الحكي يعني نادرا من الشركات اللي قامت بهالخطوات. فهلا عمالنا كلهم موجودين، ما حدا ترك الا بناء على طلبه ورغبته. المهندس عمر هلال مدير منشأة الزين للرخام والجرانيت، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا فيكم. هلأ نحن مثل ما بنعرف أنه المنشأة بتحتوي أكثر من قسم وأكثر من معمل، شيء بيختص بالرخام وشيء بيختص بالجرانيت باختلاف أنواعه وأشكاله. خلينا نحكي بداية عن القطع الحجرية الموجودة ضمن المنشأة واستيرادها من الدول، كيف عم يتم؟ أول شيء بحب نرحب فيكم بس بوجودكم معنا بالمعمل. طبعا نحن هو معمل زين الرخام والجرانيت، هو عبارة عن قسمين، قسم لصناعة الجرانيت وقسم لصناعة الرخام. طبعا الجرانيت عم يتم استيراده من دول مثل الهند، إيران، البرازيل، رخام وفي دول أخرى طبعا إيطاليا، النرويج. الرخام بيتم استيراده من دول إيطاليا، البرتغال، إسبانيا. في رخام ممكن يكون موجود بسوريا نفسها؟ في رخام محلي، هو رخام التدمري والمصيافي والمصدف. هي أنواع الحياة موجودة وفي مرغوبة، يعني حتى على موضوع التصدير عم يكون كثير في شركات خارجية عم تفضل هالأنواع، هي عم تأخذها. طبعا نحن من البداية كشركة، شركة الزين اخوان، كانت حريصة على انه يكون في صناعة تكون صناعة متميزة، يعني ما تكون صناعة بمستوى عادي، لا تكون صناعة متطورة وبآلات متطورة. كان حرصنا على انه نحصل على صناعة بآلات متميزة مثل شركات ايطالية مثل برزانتي، جاسبري، بيدريني، بريتون. الحقيقة الشركات كلها نحن تعاقدنا معها وقت اتفقنا على استيراد الآلات من عندهم، وكانت الصناعة الحقيقة معروفة من قبل هالشركات انه هالشركات اللي هن مهتمين بهالموضوع بيضاهوا باقي شركات من ناحية الآلات الصناعية الخاصة بالرخام والجرانيت. هلا الآلات من وين جايبينها وكيف تم تركيبها؟ طبعا اجت من ايطاليا، برزانتي وجاسبري كلها شركات ايطاليه، حتى بيدريني شركه ايطاليه. تم تركيبها بوجود خبراء من الشركه الخاصه، يعني تكون في شركه نتعاقد معها كانوا الخبراء يجوا ويشرفوا بنفسهم على التركيب، طبعا بوجود مهندسين معنا الموجودين الموظفين بالشركه، وهن اشرفوا على العمل بشكل كامل من ناحيه التركيب، بالاضافه الى انه كانوا يعلموا العمال اللي عندنا والمهندسين وذوي الخبره الميكانيكيه، طبعا المهندسين الميكانيك علمونا على كثير من التفاصيل تتعلق بالاله وحتى اليه التشغيل، لانه هي الحقيقه وخاصه صناعه الجرانيت هي صناعه صعبه، ما انا صناعه سهله. هلا نحن مثل ما شايفين القسم اللي نحن موجودين جنبه هو قسم الجرانيت، كنا من شوي عم نشوف اله القص، نحكي لنا شوي عن عملها، كيفية القص، مثلا المقاييس أو العملية بشكل عام. طبعا إذا بدنا نحكي على آلة القص، هي مرحلة متقدمة من الصناعة اللي عم نشتغل فيها. آلة القص هي عم نقص فيها ألواح،
الواح جاهزة بأبعاد ممكن تكون 3 امتار ب4 امتار مثلا أو أكثر أو حسب القياسات الموجودة. بينطلب مننا أنه القص بقياسات محددة مثلا 60 ب60 60 ب30 متر بمتر 80 ب80. هالقياسات هي في عنا الآلات هي فينا نبرمجها بشكل طبعا نعطيها المعلومات الخاصة وهي مبرمجة أوتوماتيكيا بشكل 100%. نعطيها المعلومات وهي بتتابع عملية القص بشكل أوتوماتيكي. شو بتفيد المية شفنا مياه موجودة على الآلة بي عملية القص؟ هي لتبريد الديسكات والألماس لحتى لأنه المفروض أن يكون في عملية تبريد مستمرة للألماس والديسكات. ففي عندنا طبعا بالإضافة للشيء بحب خبرك أنه في عندنا محطات معالجة نحن لتكرير المياه والاستفادة من المياه الريسايكل بشكل كامل. بالإضافة الشيء اللي طلعوا عليه كثير من السادة الوزراء وسيد المحافظ وديجو فرجيناهم على الموضوع البيئي اللي متميز. طبعا هو بشكل كثير متميز انه دائما البقايا اللي عم تنتج عن عملية القص عم يتم ترحيلها لمكبات خاصة. الحجار الموجودة قدامنا ونرجع نحكي عن الحزازات. طبعا مثل ما شايفنا هون حضرتك الكتل بحجم الطبيعي مثل ما هي مستوردة عم تنحط ضمن مجال عمل لرافعة حمولتها 50 طن. طبعا هي عم تنقسم لقسمين، شيء للرخام وشيء للجرانيت. طبعا الجرانيت من جهة معمل الجرانيت والرخام من جهة معمل الرخام. الكتل تستورد بالشكل التالي، يعني بهالأبعاد اللي عم نشوفها ككتلة كاملة. الأوزان تتراوح بين طبعا بين 15 لحد 30 طن ممكن تكون تقريبا الكتلة. الكتلة بتدخل بالبداية العمل على الحزازات لتحويلها من كتلة إلى ألواح. ألواح ممكن تكون بسماكات مختلفة حسب السماكة المطلوبة، ممكن تكون 2 سنتي أو 3 سنتي، أو عندنا إمكانية في مرونة أنه نحصل على سماكات أكبر بتغيير السبيسرات الموجودين بين الشفرات. ممكن نحصل على طبعا سماكات 4 أو 5 أو 6 سنتي، بس بشكل عام الألواح المطلوبة هي ألواح بسماكة 2 سنتي. شو بتفيد السماكة؟ سماكة حسب الطلب، يعني ممكن تكون في شغلات تزيينية تتطلب أنه سماكات بحدود 4 أو 6 سنتي. الاثنين سنتي هي غالبا تستخدم للبلاط للمطابخ لأي شيء بتعلق بالأساس المنزلي بالإكساء المنزلي بشكل رئيسي اللي هو 2 سنتي. المجالي طبعا ممكن استخدام 3 سنتي، بس بشكل عام 2 و3 هن الأكثر السماكات المطلوبة. طبعا عملية النشر بالحزازات إذا هلا كمان الكاميرا بتحب تصور هون هي عملية صعبة ومعقدة. الحزازات بيظلوا بيعملوا لمدة 24 ساعة. حديثنا حاليا عم نحكي على موضوع الجرانيت. الكتلة تدخل إلى الحزازات ويتطلب إنهاء العمل فيها لمدة تتجاوز 4 أيام، ممكن بين 4 إلى 5 أيام 6 أيام تقريبا، وبشكل متواصل. طبعا بيدخل بتركيب الصناعة بتركيب المواد اللازمة للصناعة، الكلس، البرادة الحديدية المستوردة. طبعا البرادة الحديدية كنا نستورد من فترة من شركة معروفة، هي شركة فرنسية ويلابريتر، هلا صرنا عم نستورد من شركة ديالونج الصينية وبمواصفات كثير عالية. طبعا اذا بيدخل بتركيب الصناعة هي البرادة الحديدية والمادة الكلس اللي هي ممكن الحصول عليها محليا بسوريا. أستاذ عمر، نحن ملاحظين أنكم عم تستفيدوا من أي شيء موجود ضمن المعمل، تتم الآلية بأكمل وجه
وليكون انه المعمل شامل لكل شيء ما تعتازوا شيء من برا. هلا نحن موجودين بمحطه المعالجه، معالجه المياه المتسربه من الالات اللي عم يتم استخدام المياه فيها. نحكي عن اهميه هيدا الشيء وعن الالات الموجوده بمحطه المعالجه وكيفيه المعالجه. طبعا هالنقطة كتير كتير حساسة وكتير هامة، من الناحية انه نستفيد من المياه اللي عم يتم تصفيتها بشكل كامل، عم نرجع نستفيد منها، ما عم نستهلك مياه اكتر من الشيء المطلوب من للآلات، وما عم نضطر الا لاسترجاع الشيء اللي عم يكون عم ينهدر من المعمل بشكل او اخر باماكن معينة. طبعا الشيء الثاني والمهم هو الحفاظ على البيئة، يعني احنا ما عم نعمل مثل ما عم يصير مثل المعامل يعني ما المتطورة، عم نعمل على إزالة الكنخة وأي شيء ممكن يكون من نواتج أو مخلفات العملية الإنتاجية كلها عم تترحل بسيارات خاصة لمكب، هو مكب البصة اللي هو مكب معروف باللادية للنفايات ولا بقية المخلفات. نحن الموجودين جنبه هون شو خزانات ولا هون كيف يعني كيف آلية العمل للتنقية؟ آلية العمل المياه اللي ملوثة اللي عم تجي من المعمل عم تدخل ببير هو اللي شايفينه هون، هالبير هذا عم يرفع بمضخات، عم يتم رفع هالمواد هي بمضخات خاصة لوضعها بهالسيلو. السيلو او الخزان المعدني هو بيعمل في مواد اسمها الفلوكولانت، هي بترسب المواد الصلبه وبتخلي المواد تصفيه المياه الصافيه بنرجع بنستخدمها، والمواد اللي ترسبت اللي هي ناتج الحزازات والجلايات والقصاصات كلها عباره عن مواد مخلفات ناتجه عن الرخام والجرانيت، بيتم سحبها على مكابس خاصة مثل المكبس اللي شايفينه هون، بيتم ضغطه وبيتم تصفيته ووضعه بسيارات خاصة، وهالسيارات بتنقله بتحملهم لمكب خاص، المكب البصة. موجودين بقسم الرخام اللي هو المعمل الثاني لكم، شو الفرق بين تصنيع الرخام وتصنيع الجرانيت؟ طبعا كمادة الجرانيت هي مادة اندفاعية طبعا معروفة، هي تطلع من باطن الأرض وبتتجمد على سطح الأرض، بينما الرخام هي مواد بتطبق على سطح الأرض وبتتعرض لضغوطات وحرارة ولفترات طويلة بصير عندنا رخام. طبعا هل الفرق بالتشكيل وكيف بيطلع عنا الجرانيت بالطبيعة وكيف تطلع المادة الرخامية هي عم تنعكس بشكل مباشر على عملية الصناعة. صناعة الجرانيت صناعة صعبة ما لها سهلة، لأنه عم ننشر كتل بقساوة كتير عالية. طبعا كمان عندنا حزازات، بس الحزازات بمواصفات هي عبارة عن شفرات مع أضراس ألماس مركبة عليها بشكل متناوب على كل شفرة، باستخدام المي فقط لا غير. طبعا بلش من الحزازات اللي هي بتبلش من نهاية المعمل اللي بتحول الكتل لألواح، كمان الألواح مثل ما حكينا بقسم الجرانيت هي عبارة عن سماكات تختلف حسب الطلب، ممكن 2 سنتي 3 سنتي أو سماكات مختلفة حسب الطلب، ممكن بسماكات 1.6 و1.4 حسب كمان السماك المطلوب. الآلات اللي عم تعمل الرخام اللي عم تقوم بتصنيعه هي نفسها بالقسم الجرانيت؟ هي كمبدأ عام نفسها، بس تختلف مثلا الديسكات اللي بتقص ألواح رخام هي غير الديسكات اللي بتقص ألواح الجرانيت. الجلايات حجار الجلي اللي مندخلها بعملية الجلي الجرانيت بجلايات الخطوط الجلي العامة الكبيرة، غير الأحجار الجلي المستخدمة بخطوط الجلي الخاصة بالرخام. هلا كمان احنا هون شايفين الألواح
كمان ملونه برخام ولها اشكال متعدده. نحن عم نحول الماده الطبيعيه لعمليه قص بالحزازات وقص على الديسكات لناخذ البلاطه بلون الطبيعي، ما عم يتم تلوين اضافي، لا ابدا، بالعكس بنحافظ على اللون الاساسي للماده. الناس اللي جابوا هالخط المعالجة على سوريا، هو عبارة عن فرن مؤلف من عدة طوابق، عدة طوابق للتجفيف وعدة طوابق للتغسية. بصير أولا تجفيف الألواح المراد معالجتها، طبعا يتم معالجة الألواح اللي فيها شقوق اللي فيها سقوم، اللي مراد أنه نحن نحصل على سطح مصقول بشكل كامل ما في فراغات. منجيب طبعا اللوح بعد عملية تجفيف بنحطه على الطاولة مثل ما شايفين هون بالصورة، بنضاف المادة اللي هي عبارة عن إيبوكسي ريزن زائد مقصي، تنضاف مع بعضها لتحصل بعد الحرارة معينة على درجة حرارة معينة على تقسية بقساوة درخام تقريبا. طبعا بيتم مد المادة على الألواح بواسطة معدات خاصة وبيتم إدخالها مرة أخرى إلى الفرن. هلا نحن مثل ما ملاحظين العمال اللي عم يقوموا بالمعالجه لابسين مثل الكمامات خاصه لهيدي الماده، هي ماده مؤذيه؟ ماده طبعا كيميائيه، ما المفروض العامل يستنشقها، لانه الحقيقه هي موضوع كثير مؤذي للصحه، موضوع يعني كثير مؤذي للصحه العامه. فحريصين دائما حسب نظام الايزو اللي نحن عم نتبعه ونتبع اجراءاته والترتيبات المطلوبه فيه، انه العمال يكونوا حاطين كل معدات السلامه اللازمه وخاصه استنشاق المواد انه ما يكون يدخل على رئتين. هون العملية الأخيرة طبعا، هون بعد ما يطلع اللوح من الفرن في آلة هي الفاكيوم اللي بتشيل اللوح بشكل معتنى فيه حتى ما يصير فيه أي كسر أو أي تشوه. طبعا هون القسم الخاص بموضوع الرسومات اللي ممكن نعملها بالرخام والجرانيت. عندنا آلة هي من الآلات الحديثة بصناعة الرخام والجرانيت اللي هي آلة الووتر جيت، يعني القص باستخدام ضغط المي العالي. طبعا فينا نعمل الأشكال اللي ممكن إنه تكون نحن بحاجتها، مثلا أي شكل بيخطر ببال الزبون من زخرفة من أي شيء معين، قادرين نجمع مجموعة كبيرة من ألوان الخام مع بعضها بلوحة واحدة ممكن تنحط ب هي تركيب يعني قطع، تركيب قطع بعد قصة. وطبعا بيدخل عملية القص بتتم بضغط الماء العالي مثل ما حكينا. هلا لاحظنا انه وجود قطع مثل الفسيفسائية انه يعني فيها دقة ومهارة، في حرفيين او فنانين عم يساعدوكم بهذا الموضوع او في تصاميم معينة؟ الحقيقة هو اللي الشخص الفني اللي عم يشتغل على آلة الووتر جيت هو اللي عم ينفذ عمليات القص بناء على برامج اللي علاقة بالأوتوكاد بشكل أساسي. طبعاً عملية التجميع بتتم من قبل كمان عناصر خاصة بهالموضوع، بيهتموا بموضوع جمع القطع بالتعاون مع الفني الآلي. بعد تجميع القطع بتم جمع بمواد خاصة بوليستر، وبعدين بتم عملية الجلي للقطع اللي بتم إنجازها.
من معمل أزدان للرخام والجرانيت في اللاذقية، كنا معكم في هذه الحلقة المميزة ضمن هذه الصناعات والمنتجات الوطنية. ها هم عمال سوريا، الأيدي السورية التي تعمل بكل جد وإخلاص لبناء الوطن المتكامل. شكرا لوجودكم معنا وشكرا لمتابعتكم لنا. إلى اللقاء.